بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثما ثن، السلام عليكم ورحمة الله. عنوان درس: سلام عليكم طبتم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيثما ثن، الآية يقيف سد في سورة الرعد، الآية 24. الآيجي تسكد السيرم ذم قرآن: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أولا جين السلام تلويث ذلهنا، أولا السلام إزرع السيرم ذقولون سلام، خطر ولش ونحو جرع يذغنغ لهنا نغ ثلويث. ثلويثاكي استحوج قيماني قيماني كبنادم، ما الا يتهدن وليك يرتاح وليك اتوكض باللي اقلك تسيدي رض ذي ثلويث ذي لهنا. وقرني ثقبايليث لهنا ويقرص تضمن لغنا ويقرص تغلب لهنا تغلب لغنا، أمعنى المعنى ذيون لهنا تضمن لغنا نغ تغلب لغنا تفقند المثلاقي فقند بلي لهنا تشفيث انتياكو. خطر ذا شو الفايدة ميلة السعيد السعاية ندوني ثياكو، أمعنى ولاش لهنا للمحال واستفضر الفنة إيوين تيديرض السعاية أني لنجري فاسنيك ثغال والسعارة زال والسعارة القيمة. من سوسع شوية أدنني لهنا ذي ثواشولت دخل نتفاميلت دخل نتواشولت أكوني فك ربي فكي غا كل هنا ذي قيمة النغ ولي ثواشولين النغ. أي ثمثل ميلا وغفل ميلا وهور ملان ورفان داخل متواشولت كيف كيف يرنات ليوث نتمسال ثوار مليح تزرى ما شو قدرون تولى الكفردان ومقارن الرفرابي بردان يرهاب الطرقات لكسيدات ورعني أخام ذي السولة طقثنت أينك تسمتساثن دي كفردان أكثر بين تمتاثن دي القراث المغني مذان ميكش مفريدة ذي الشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ورزر شارة دياف لن تسبث طاس أمعنى السبث مزواروث سي 40 سنة كغرد في رالفورة ومقارن العامل البشري بنادم لا تريما بنادم إلا واندا طوموبيلي قعيان إلا واندا الفراني قرصن إلا واندا ذا فريدي ذيري ثيقيا كلانت أمعنى السبة ثم زواروث كنت تتكر الإحصاءات الحقيقية معناه دراسات مضبوطة دقيقة معمقة يكف قلنت تبلي العامل الأساس هو العامل البشري زرامي غردي وي غوالاكي وين يطفنكني الفولا تنسي السبة يا اخي توعام مثل حماك وكفردان اسين صبحا شفي غنواكي شفي غنواكي الى قد زرم باللي ياك وكادي دي فغن سافريد تاكي توعاره فغن داك سي تواشولين نسن ما يفغد سوق خميس يهنا بسم الله ما شاء الله هذه نهار طوموبيلي السلع عقل ذي المعقول ولا ما يلا ودي غرض ندير الحقيسه سيني السماح يوث اللحذاقه يوث الفهامه الخير ربح إما إلا يفقد يتشور وليس هذه في الموث سمحتي الزايو ولاكي معنا ذي نقلان لانت حوارات أكذ وكذي خدمن
لكسيدة قرانين ذي شو السبا أتناذض أتناذض أتفضي لوان دا يطاسي لوان دا من السبا ثم زوروث ذم ذان والسبا النظام دي ظوري السينارة لام دا الصح أتفضي من ساعة البيرمي ذا جديد إلا قد يقيم كان دي الحومة ولا قد روح سابر ذم قرانا دا أكا يوم تفض مغامر كيني كسنغ ولا كسير البيرمي سير البيرمي أمين الفوسي ومين غرون يخص حاجة باللي ثم ستجد حواج إلى تجربة تراكمية شوية شوية درجة بدرجة في غديني الهم يوعر يونواس تنسب الحكاية إلى سيد علي وتنسب إلى غيره يون يفاد سين مدن استقساثا إن يسن ذا شث وعم ذا مقران ذي الدونيث ناناس ذا ذرار إلا وقي غضبنا ذرار ذا ذرار إن يسن ذرار إزمرس وزال وزال ثير ذا اللوضة وقي ذي الوقت ني ذا شدني ذي الوقت ذي الوقت إميلانت الوسائل أذرار ثنقرا أذي نقر أذي شمو فريد دخل أفريد طوموبيل غافريد نتماشينت ثورة لانت الوسائل والزال يغلف أذرار نانا سيهيدو الزال نانا إنا يسنو الزال ما تيردخ نتمستا تسفسي أذي يفسي زركان حداد ما ريخذم والزال في ثمست درجة معينة يتحكم فيه أثيرا كن سيعجب غادي يخدم قشوال غادي يخدم أي لزيم غادي يخدم صافي وزال تزمراس تمست ناناسي هي تيمست تاكي قرنص التفكير المنطقي لا لوجيك أمشي ولادي تخميم صل المنطق وعلماء الفلسفة نندلي المنطقي منطق لا يعرفه المنطق أمشيون ذي استخدم اللغز أم بعد صافي بضاء يوظن الدرجة وفال بلي تيمستيك زمر ثغلفي ثنياك ناناسي هي تيمست أوا ناس تيمست زمر ناس وامان تيمست تسنسن وامان سوا شو تسنس تيمست سوامان ناناسي هي زمان أوا ناس نمان إزمر سنواظو خطر قبلة دغلين قبل دوثنا القاعة لن ذا سيكنا السحاب سيدي ربي سبحانه مدينة القرآن فيجعله ركاما بعد النات فترى الودق يخرج من خلاله الودق معناه لهوى معناه السيكنا أي القرآن استقبالي يتفانو السيكنا استكاث هارون الرشيد فلسيا فوربي ذي الوقت ذي العهد ذي سميث الله زرم شوي لان ذي التاريخ يوعى السيجنا يلحو السيجنا اللي يتسوي ثواظو يقارس وقيلة ثورس دي السرح ذاكي وامان ولو كنا نصراجو ما ثواظا السيجنا دي الحو لو كنا نسير مدي وضر ذاكي غيروح نتسي ذفع ثاسي السيجنا سوالنيس السحابة إذفعيتك ذا شو سينا يهضر يسيقنا إن ياس أمطر أمطري ما إذا سحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني إن ياس يسيقنا سرحي ومن أندث الغير يعني أنده في غربي خطر ماشي ذا سيقنا إن ياس الغلاني يدوض فقي دلالة على سعة اتساع رقعت الدولة الإسلامية في ذلك الوقت ذي الوقت اللي عدان صافي نفهم باللي أمان إزمرا سوسيقنا إزمرا سواضو إذغانا ناسيه ضاضو أولا ناسيه إزمرا سبنادم نكني أتخذ مضل حيض أتفنو ضخام أذي الصوت في مانيس دي برا وغيت ضر يالا ألسا سافرنوس غومي مانيك صافي بنادم يفاد الفكرات
سلاي قفل أفو سلفني سوينك يزران ننسيه أم قرانك ذ بنادم ذنسكوك غلفن كلش ونسى ذي ثي ذت بنادم يفضلي ثربيك فين دي خلق يفضلي ثربي في الحيوان في التجرة في الحشيش في الضيور كل شيء يسخري ثربي بنادم وثقي ذاغ ذي النعمة ونزمير رغس نفكزال ذي النعمة من النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ننسيهم ماذا بنادم يغلفي ثلاك بنادمك ننسيك معنى بنادم يغلفي ثيون أنوى إنياس ذي ضص إيهوه نزيدك ثم شاهد ساقنا وظلم ذي ضص سقو ذرار أرثم أستر إنياس ذي ضص يغلفن بنادم أي غريس قرن يضص السلطان أكن تفغوض زمر ذي عواز شحالي زمر أتصبر ذا تصبر ذا لما ذي الوقت النين يضص السلطان أكياوي يضص ذين مسقان السلطان صافي ذا غذي يضصي يغلف كلش يغلف ذورال يغلف كلش يغال إناس إلا شو يغلف يضص إناس ذي الهم ورعني خم ذي السولخ يوغدوك ثم شاهو تاقي باش هذا وضع سوالاقي الهم العبد ما إلا مهموم يضيس غزيف أذي تسيد قسو يتراجو من المريا ليواس أسنظ مكن يضني والغزيف أي الغزيف أخطر الهم يزدغ وليس أي رديوك ثم شاهو تاقي باش الدين غشو دين النبي صلى الله عليه وسلم أغدقار أما تصبحي ثم ثمدي ثدنيني أعوذ بالله من الهم والحزن الهم يوعر أثيف عذر ربي فلون فلانغ صافين الناد ثالويث نحواجيت أريما النغ ذي ثواشولت أندن زدغ ذو قذروم ذي ثدارث ذي العرش ذي الوطن ذي لما يثور من وعلوم ما شو قذرون ديكس نكوني نجرب يعني جربني مولانا شي نكوني جربن القرة جربن الباطل جربن الموت جربن ثم حقرانيث اللاز الاستعمار المعنى اسم هذا من نجرب يتغاضى من وعيون بجذوذ يون الشعب يعدى في اللاس الباطل أم قران أماكن تعدي الشعب إلا دي فلسطين سمثا فلسطين ماذا غزة على وجه الخصوص لكن اسم كثير كان خطر أسنت النغمة شذوا كل يوم يزرع شوي الزمرة يخدم وربينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مقار دعوة الخير مقار ذا مكثي مقار ذا قراح خطر ما أسنين ضيون يوني سعى الجنازة أنا أرزو في الله سأسلك أعظم ربي الأجر ودنا رارا ونيموثن من لا يذس أعين أخاك ولو بالصوت ما يزمريون ذي يخدم حاجة إلا قد سيخدم خطر تغال ذي الواجب في اللاس ذي الواجب في اللاس لانت فروض العين لانت فروض الكفاية إلا واندى فرض الكفاية أذ يغال صصفة ان فرض العين كلي ون على حساب ثزمرثيس باش الدنيا اثنين صار ربي الشهادة ثني رحمة ربي إن جرح ذي موضنة ثني صب ربي وثني شفو ربي ثولا نغلد ناد باللي نحواج لهنا نحواج ثالويث أنكمل أينك سعدين ذي الدونيث فمذان الإنسان يسأل الله العفو والعافية أدين ذي الدعوة الخير اللهم إنا نسألك العفو والعافية أن سثر لهنا ثالويث لهنا أمعنى ربي سبحانه يسعى الحكمة ثقي نقطة النظم يسعى الحكمة ذي الدونيث إن الله كان عليما حكيما سالحكمة ينس يخدمين كفغا وريت شاور يون نتسى ذي الحكمة ينس الناد
أدسمر الدونيس وساطي المرا كل يوم نشو سيورا ربي سبحانه وذي عيش أمعنى ذي الدونيس نون إلى قد ذموم باللي يكون جربك ثريف ذو الامتحان لا الامتحانات براش لزيكزاما وقيد البيام وقيد الباك وقيد أمعنى نساعدية كل امتحانات لكن من الله أقلق ذيك سنت ذا شو للحكمة في فهم القضاء والقدر لن ثلاثة القواعد القاعدة ثم زواروث أغجر ربي سويني كفغا ماشي سويني نفغا يجربون بما يشاء لا بما نشاء سويني كفغا نقار الدعوة أذير ربي قلهان معليش تقيك ونسأل الله العفو والعافية أما يعني لقال نظر ذي الإيمان سلعقيدة القضاء والقدر بالله ربي سبحانه أغي جرب سويني كفغان سيدينا في سورة البقرة في الآيتين 155-156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بعد ندوة بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون غسي هضرت في الابتلاء يفكي يسد الدواء ذو الصبر الصبر ذا حبيب ربي يد وبشر الصابرين مدينة ربك جربا سوين يبغى شو ذي الخوف أما ذي الهلاك أما ذي الموت أما ذي القلان الغلة أما ذي القلب وما نما أم بعدين صفرث إلى قد قفلم القاضى ربي سبحانه صصفر قرني مزورة المصيبة مثل زاد ويصفر ويقفر أغجع على ربي سكو قادي صفرا خط العبد ما يقفر ما يقفر ذا شار يخدم مقارا ذي الصفر ذيك أذي غوالي ربي ذيك سأذي أوي لاجر خطر لاجر نصفر ثورة في دينيغ وبشر الصابرين صفر حيثا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صافي نفهم ربي غادي يجرب سويني كفغا ماشي سويني نفغا زامي غادي نيغا ولكن يون ما يسعى يموظن دكخام وقاد يحسن هلكن هذا ويون الطبيب ديوغال يحس وايض ولا قرا فيك شم توسويس اسيني غادي كيني كان اي غر الفلاني وري سعرك موظن وري سيناك طبيبك ثاقوث الهراياك ثاقي سمحتي الزرفي وحذيق الظرف اي وحذيق ولا قرن غلظ ولا قرن الشظ ادنيني كان لكن قرني مزوره مرحبا استكشي ربي وكيك حمل ربي سبحانه كيك حمل النبي ادينيض قدر الله وما شاء فعل في سنه النظام قاعده في سنه اغي جرف ربي اكني كفغا اذا اغي جرف ربي من مي كفغا سويني كفغا ثقيل الشغليس الابتلاء من المراد يس الله اعلم فيك ولد يس ذقيض فيك ولد الصبح فيك ولد تفجريث شفامي لو ان داتو الزنزلة ذقيض لو كان سوى الغورنغ اما ذا بك سوى ذقواس ذقواس مقارة زرداني ولا ثرض بلاك تسلكض واد سلكض ما تسلكض غيمانيك اما على سبحان الله وقال يزدغن ديال الباطيمات باش يديروك السارية حاصرة خاطر يزدغ ديال ديزيام ايطاج عشرة لي زيطاج اللي قلني شري خدم بدني غا ولا كاين مثلا سمحتين وكي دائما نقار نفغى ثلويث نستثر ديال ربي ثلويث اما يعني الهاف ندم اذي الصرصو ايمانيس اذي هكي ايمانيس في لوفان دونيث قوانت في لوفان دونيث جهدنت دغا داوي غير في الايدين ربي سبحانه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا افرغ افرغ علينا صبرا اماكن نحوج الطصن الصفر الى بمغار حكان فلاس من كل صباح سي قرار ربي فكيا قنطار الصفر يهضر سي قنطارا سي كل سينا ربي فكيا عشرة قنطارا من الصفر انسى الحقيقه اي ندفكا ربي نكون نبغي اكثر الايه تفقد كلش ربنا افرغ علينا صبرا ادي السمير ذا السمير ماشي غادي يفك شويه شويه ما يسمرد
مبلا الشحة الصبر فلانا ما يراد ربي أين ديوسان الزمر أثنقافل باش أنا وضغ البشرة أمي السلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثلاث مسألة النظام مهمة جدا ذا شوت أنه الصفراجي إلى قص اتخاذ الأسباب ماشي المعنى يسبد ما يستسلم خاطئ إلاق يتخذ الأسباب أذ يخدم أين ما يزمر يسد الهلاك تزرم تسد كورونا تحركك الدنيا تاكو ورث الجولة ذيون لزافيون طيارات حبسنت الاقتصاد تذمسا تحرك الغاشي وتمسلم نرى منبا كل يوم وحدس موثن الغاشي ونزول نرى في اللسن ذي الجوامع عند زلس سلفعيد إلى ذين أكو الزرام دو قيد التاريخ نعاشيف زرام أي مثل أول ديوغا لهلكني ولا ونشبا لهلكني ذي نرى نسين القيمة تلويث القيمة لهنا أنسين قيمة لهنا القيمة تلويث أو ربي يزمري كلش يسير حدي الفيروس ني الكورونا والزمضات وعظمي باستيطي ولكن يزلزلك الدونيث باش نظر يوث الحاجة النظام ربي سعى الجنود الجنود قال انت ثني زران وما يعلم جنود ربك إلا هو ذي الآية النظام ولله جنود السماوات والأرض وقذ الجنود ناس لهوى أمان ذي الجند أن ربي سبحانه آظو وزلزلاء البركان كل شيء نس ذا شو نكون ذي الوقت ني ذيني الزرام ولا قرن استسلم فازمر ثنا يخوصا ولا الأكسجين ولاش ثورة ذي لهنا الحمد لله أنسى ريسبيري أنسى النفس غاية ذي الوقت ني ولا النفس يتقرع فين ولكن يطف كورونا إلا قد تروح ضص داغض الأكسجين ديت قرات باش استخدم ضاكاكي أذير النفس ثوعام النعمة ذهن الله مراني لي ذي ثالويث مراني ذي لهنا اتخاذ الأسباب من اتخاذ الأسباب ذا شوث أن نشكر الله على النعم لضمان دوامها النعمة ذهن الله أدنيني الحمد لله باش أتذوم أتذوم نسدك الجامع صدارنا النغ أنحمد ربي مي أنلحو ثاق الشرير ثم زاد لحو إلا قال أحمد ربي أنغفلارا أنسر النفس الحمد لله صراحة أنحمد ربي وين يبغانا ذي زرشو النفس قادي مقلو قادي سعان لزازماتيك وقادي سعان لازم مرض الربو أثني شفو ربي أكيني ذا جيف لهلاك يتكو في غاس تابورت وقسو في غالة تابورت سمحيثي ما هضر في الهلاك باش نحمد ربي غفت الزمرت خطر تزمرت ذي النعمة ولاش تحانوتك زنوزون تزمرت ولاش اللوزينك صنعن تزمرت أنحمد ربي غف النعم باش تدوم النعم يسرح ربي ومان لهوا أنحمد ربي ثسد الشتوى ذي الوقتي سنحمد ربي نزرعي تستمغي أنحمد ربي هكذا ما دنكر الصبح نفاد إيمان غذي لهنا أشوغ دي النبي عليه الصلاة والسلام سلام الحديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن يرني أغد الدعاء وايض أدي نظر الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره أذحمد ربي إيدي ران روحي هو الزرم لن وقال يموت القسو يتص بحوفا تيد يموت حمد ربي ميك دغال روحيك وعافاني في جسدي خطر الزمر الروح ثو غالد فزمر ثولاش أتروح ذات كرض أتحبصد أكا مادم حمد ربي في نعمة العافية أرنو يستنقاروث وأذن لي بذكره وقيد الأدب النبوي معنى سلاذنا ربي إذ ذكرض ربي خاطر كان ماشي سلاذنيس أتي للغافل أتقيم غس كامل
أرد قار استغفر الله أرد قار سبحان الله أرد الظلط في نفي صلى الله عليه وسلم ولو أسفيد فارغ ذا من الله لم تقيها أثنى تقي ثورا تكتب ساثورا ذيني لها إن شاء الله وإلى قارن جسان النغ فارغين إلى قمكني قارين الصحفي نكثر من شهود الخير إنايان الخير ذا شو ذينايان الخير مثل حل جنب مكان ثنيت استغفر الله سبحان الله أمكنني أدي الشهد في الله يوم القيامة باللي شيني ذويني ذكرنا ربي أمثل المؤذن ميك الدلا ذا نمزورو مازال ويسين أكون دا وقاذي سلاني الصوتيس أد الشهد في الله يوم القيامة خاطر لقد زر ما شوي سوى اللذان بعصاته والسلام يناد المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة شفكسني في ربي ثغزي انت مقرت وتساعد على المعاني ينس باش كدنيني نكثر من ذكر الخير من ذكر الله ونكثر من الشهود وربي ناد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اتخاذ الأسباب من اتخاذ الأسباب الشكر فالشكر يديم النعم ربي دينان ولئن شكرتم لأزيدنكم أدي قرمي كنت في النعمة حمد ربي في النعمة أني أتذوم يرنغة النرني أي غث للزكاة العشور العشور ثوض النصاب إلى قطع الشرض مثع الشرض أتزيز ذي الرزقي أرنو أربيتي أكيد مقل استطن الرحمة أكيد يفكر الرزاق أسكو سيعدان الزكاة 200 مليون قابلت الزكاة 400 مليون نغا أكثر ما الزكاة في 10 قنطار قيرذن قابلت يفكر ربي 20 قنطار أتسنرني النعمة وتلي الفركة وواتص الفايدة إتساع العشور وثقي صورة من صور وجه من وجوه الشكر لله سبحانه وتعالى وربي الناد كذلك وسيجزي الله الشاكرين أكدي فيك نعمة مثند الحمد لله أتذوم وتنرني وكي جازي أكيف كلاجر ذن سيدينان وسيجزي الله الشاكرين ثقي من اتخاذ الأسباب أي غر لكي تدوم النعم نعمة العافية نعمة الهنا نعمة كلش أم بعد ما عشو ديرزان نتخذ الأسباب للتخفيف باش نستخفف ذايا كان ما نرزفين إقسعان الجنازة نستخفف فلس ذايا كان أكي عظم ربي لاجارة هيدن سمكتي وذي صبر ما إلا ينسع موضين نعاونيث نفدذي ذس كيف كيف ما ذي ونسع ذا مغفونة نعيون المعوان خطر أركثك ما ينطض أركثك ما ينطض ملتاج ومحتاج أتظيم دمر كانتي أسمي إذري منيس ورزمنا دغني ذمن أسمي كشمس فيطر يحواجي ذمن إلى قيالاس أذيوي ثمانية أريفكني ذمن نسن وكذا نظران إنك سبحان الله ولاش الفير ذمن باش أدغيز غالفير إنك أدري ميلا ولاش تحانو تزني زنوزون في قرعتين با إذمن ولاش تراجو كان المؤمنين أي دفكني ذمن نسن باش أي دوغال تزمرثيو صافي ما لا يثمثن وركثك ما ينطض ولاش ورا سنين إنك زمر غي كلش مدن سمدن سوى ربي إقمذن ذيني مي غدينا ذي القرآن في سورة المائدة غدي قر وتعاونوا أفوس دك فوس وتعاونوا على البر والتقوى معاونث أي لكن الزين أذي فسوس أذي يغال أخفيف ثنجاروث من اتخاذ الأسباب استقبال الأقدار بالصبر واليقين والإيمان بقضاء الله وقدره أسنيني مرحبا استكشار ربي أي غار باش نضمن ثلاثة الأمور لمرام زوارو
ظلاجر يفكى ضربي يجربي كي ضربي يجربي ضربي يجربي ضربي سحاجة من صفر أنا ويلاجر ودينان ضربي إناد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربي يوعدت وعده حق إنيك وين جرفغي الصفر أسفك غلاجر مبلا ثلاس بغير حساب ولا شو كشفان تظليف ما رنزل جماعة ساعة شحال درجة زيادة 27 ذايا ذاكي تظليف ولا شو تيشفان يكذي العبادات تسعى الميزان من لاجر من الحسنات أمعنى ربي مدي وضر الصفر إن دمشي قنطار نغسين إن بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجي ذي الفايدة ثم زوالوث الفايدة في السناف وغفار العقل فكذا ثوار خط العظمي فغيث العقل هذه استخسر أمشي على استخسر إما سيميس سوق موشيس بلك ديني أمسلي أثي السبع ذن غفى ربي سمحتي يقارني ون يحوس مليح من بعد روح نغرس وقال أثي الصبرا أنا ساها كان يخي شد المؤمن يعني يسد المؤمن يعني يسد المؤمن مصاب أكي قارن أي ناس على غلان كيف المؤمن فروحاس فهم يستعرف بالإنسان المؤمن أسمي ستيد السمكتان بلي المؤمن مصاب أي ناس على ذي كيني كان ذي المؤمن خط ثوارت ثم سألت أجي تفعل العقلية مثلا أذي عس بندم وكي وعر مليح إيلس خطر ذي الترجمان بيني قلن تقول أي غير الساقي الحساب ينس مقار مليح مقار مليح إن شاء الله بناد ماذي حزف قبل أن ينطق سوى والد شارة ديني خطر إزما ذي الشض إزما ذي غلظ ربي ناد في سورة قاف الآية 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا حسرة بل كدين ضوالي العشرين سنة الصوض ولكن الرقيب العتيد لا ينسى ان شاء الله هذه جعل ربي وكل سوينا غد نتقن كان سوين يلهان اي غير دني غاول قلت فغ العقل يزمر واض في فغ العقل اكثر زر مشاري خدام هذه تصليت هذا هضر غير ندير الواقع هذا اللي نزرم هذا اللي نزرى الله يسمى لا حول ولا قوه الا بالله وراك رايح وراك رايح عند الحوض يعرق يوفريد نغ ان شاء الله ورغ يعرق يوفريد مثل وريث مثلا خطر ذي الوقت لهنا والهر كل شيء سهل كل شيء سهل ممارا درزونت ذي نثوار الامتحانات في كل الامتحانات والابتلاءات تأتي تترى أشو المعنى استترى المعنى اسم متلاحقة تذفرثة أدسنت أنقرو ذينمي تسيدس نحواج مليح باش نقافل وندر بما نغذي الوقت التلويث أو الصبر أفلاحة يزرع مثل لهوة إلى الخيرة يزرع ما شاء الله أذي تشرى أخوفي ولا ما إلا نسقو سوايض ولا شلغلة مقاري سعى أخوفي تشور يسعى أعوين يسعى الزاد إلى بد ما ذي هجي يوسن النظام ورنزري ذا شريلين إن شاء الله سوى الخير معني إلى هان مثبات ذا قدين ربي القواليس في صورة إبراهيم يثبت الله أحوج إلى الثبات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صافي نحواج ثقيل الفايدة في السناث باش يغيث فغال العقل الفايدة ثان قاروث ذيل دينار بذي القرآن يكو قادري المثيك غادي
أنا وضعك يرفسنا ربي وقذك يجرب ربي صفرا ذي الدونيث سبحان الله مرزق نسن أما السعد نسن ملائكة الجنة أثن قافل سوى ولي الهام سوى ولي تلويث هذا سنين أكن دين ربي في صورة الرعد الآية 24 سلام عليكم بما صبرتم صبرني صبر مذي الدونيث أساقيات غلثم أساقيات فرحم فنعم عقب الدار في وضمت سخم القرار سخم أنقارو لخرث ذينا الحياة الأبدية حياة الخلود حياة النعيم بلا منغصات شو المعنى إيس ذي الدنيا ثكنت فغوت هالناظ إلا وين يسلوغون ثلوث تسيذير أكلا ماشي أكا أذكر الصباح فرحض تزمرتك ما شاء الله ثم ديتي قرحك حاجة أتوهضر طبيبة كيني أوسبيتاليزي أسقط نصدي سبيطر يا الله ثلوث تسيذير ثلوغ ثرقني ثعوينتني ثلني إقلان زديت ثغال ثلوغ ساضي كاميون ندكش من ثم ديث الله يبارك الخير أربح فرحض ينواس كاميون أني يخسر نغ الشركة أني تخسر إلا وين يسلوغون إلا وين يسلوغون دوني ثنر ولكن ذي الآخر تغدي قال ربي ذي الجنة ولش ذا شري يسلوغن لهنا يستيذيرم لهنا دونيث سعى أين تسلوغن لهنا لاخرث من الجنة نعيم تام ربي دينان فنعم عقب الدار ربي نادي الأنبياء يجرب إثناك الملان ذيني مدينة النبي عليه الصلاة والسلام باش ينوري تسرار ولسدي الطرف وسي قرارة أيغر الأنبياء صفوة الخلق إجرفتنا ربينا دي نبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل إجرف الأنبياء من بعد كل يوم على سبب درجة يس ربينا يس النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا سيدنا يوسف ميدوسان وراوي سنناس يوسف يظهر كذا وكذا ثم شو تسنم إنا ناس فصبر جميل يقول تصبر ير الخبار يقول لي تصبر إناسني والرويس مثلا يوسف يشات وشن وكذا وكذا إناس فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون سورة يوسف الآية 18 الحغر زداف الآية 83 يعود الدينات فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا معنى الصبر أنك زرع القوليس يفكد السيرم أغي جعل ربي أكسي الصابرين وغي يفكى ربي الأجر إن شاء الله بغير حساب وغي يفكى ربي لهنا تسلويث أو كن يفكى ربي الخير وانتي خير كن يفكى ربي ثزمرت زمورث وقاذي موثن ثرحم ربي وموظنة نشفو ربي أكوني حرز ربي ذي بعض ربي فلون البلا فلنا أوك البلا إن شاء الله أكوني صر ربي صر غمذي الدنيث أما ذي لخرث آمين آمين والحمد لله رب العالمين.